اليوم حكاية في منها عبرة وغاية، لا تأخذها بسلاية وتقول لي كان ومانا. تأخذها تسلاية وتقول لي كان ومانا. اتعد والعد العب يوم يا خير. جينا عندك زيارة من سكان العمارة، وحكاية جار وجارة شارك رايك معانا. على تلفزيون جينا تفضلك وحيينا، الموعد متلاقينا اوعى مرة تنسانا. يانا ويانا ويانا تعشوف حكايانا، يانا ويانا ويانا تعشوف حكايانا. منا كل يوم حكاية في منها عبرة وغاية، تأخذها تسلاية وتقول لي كان ومانا. تأخذها تسلاية وتقول لي كان ومانا. يما دخيلك دنيا ولعة رش رش يا بوي. الحمد لله الحمد لله. وهاي وهذا الصغير كلهم الحمد لله ذهبات ما راحن الحمد لله. معلش ست حليمة، يعني لا تواخذيني، بنتي صفاء متعودة كل ما بتبدل لبسة بتبدل الشنطة معها، ولما بدلت اللبسة ولبست الشنطة الجديدة ما كانت تعرف انه الذهبات فيها. عذريني يعني، وانت بتعرفي صار اللي صار. ولا يهمك يا حبيبتي ولا يهمك، صار خير. اوف شو هالملل هذا يا ربي، الحارة بتنام بدري لا حس ولا صوت، حتى الجيران مش سمعت لهم صوت. اوف شو هالملل، البيت بملل والحارة بتملل والشغل كمان بملل. عالية انت بخير؟ مش عارفة شو مالي، مش قادرة انام، حاسة حالي مخنوقة. صاير اشي معك بالدوام؟ لا، ما هو المشكلة انه ما في مشكلة من اصله، حاسة بالملل زهقانة. طب اسمعي، شو رايك تاخذي لك انت اسبوع اجازة وانا باخذ اسبوع اجازة ونطلع اسبوعين برا شم التوا، عرفت علي كيف؟ هيك منغير جو وبتنسي الملل كله. نيالك على حالك، فايق ورايق. ايوه ايوه هيك اضحكي. اسمعي مثل ما بحكي لك، خلص انت قدمي على اجازة اسبوع ورح نطلع انا وياك نغير جو ونشم الهواء برا. بتحكي جد؟ طبعا لا بحكي مزح. الله يخلي لي اياك، هيك فرحت قلبي ونعنشتني، هلا الواحد بيعرف ينام. صباح على خير. مع السلامة، نامي. حليمة يلا تأخرنا. بعدين هلكتيني، شو طالع من الفرن شو بعدين؟ ما انت خليوة يا حبيبي، ما انت خليوة. حليمة حضرت كل اشي، بعرفك بتنسي كل اشي كل اشي مثل ما طلبت مني. العطر اللي طلبته الكولونيا الزرقاء زي ما طلبت. حلو، ماكنة الحلاقة والمعجون الغالي. طيب والبدلة السوداء مع الجرافة، مع الجرافة مع القميص مع الحذاء. يا حبيبي يا اختي محلاك. بجامة السوداء حطيتيها ولا لا؟ لا اله الا الله، كل شيء موجود، حطيتها يا زلمة حطيتها. إذا مش مصدقني افتح الشنطة وفتش، والله حطيتها وحياة الله حطيتها. شو بالك أنت؟ بعدين إحنا وين رايحين؟ يعني عدار أخوك، هم عايشين بالمريخ، إذا بنحتاج أي شيء بندبره. حليمة أنا مصدقك ومقتنع بكل شيء إنك حطيتيه، بس أنا مش فاضي أروح أنزل على السوق وأشتري. ومين قال لك إنه بدنا نشتري؟ أنا كل اللي بقوله إنه إحنا رايحين عدار أخوك، واخوك نفس
نفس القياس، يعني اذا بتحتاج منه اي شيء. حليمه خلصنا خلصنا. اتفضلوا اول حقيني. حاضر. تعيش على مراي بعرفك. يلا ما شاء الله عليك، دير بالك على النسنسه عشان محسان. طيب غريبة يعني أم حسان مش على الباب اليوم. قال يا قاعدين يكفيكوا شر المقرودين. اللي جايين مش المقرودين. بسيطة يا حبيبي، كل شي بيزبط على أم حسان، أي مثل بيزبط عليها، ما أنت ما بتعرفها، أنت بشغلك شو بعرفك شو بتسوي. حليمة خلي النوايا صافية، يمكن تكون طالعة عندها مشوار شغلة عاملة. حاضر. يلا. صباح الخير. كيف حالكم؟ هلا هلا حبيبتي. هلا يا حبيبتي. هلا كيف حالك؟ الله يخليك. شو وين مسافرين؟ عباب الله خير ان شاء الله. مش مسافرين ام حسن، احنا رايحين على القريه كم من يوم مشان نحضر عرس اخوي، نقعد عند اهلي وبعدين بنرجع. ان شاء الله الف مبروك يا ربي، ان شاء الله الف مبروك. حكى لي ابو حسان مستنى فيكم تحت عشان ياخذكم معه، اي هو يعني يوصلكم. عقبال عند حسان. الله يسهل عليكم يا جار، مع السلامة. الله يسلمك. حليمة. نعم. خذي هذا بطريقك، انت اخف مني، الله يرضى عليك، انت نازلة نازلة. مع السلامة. زالة هاي. مع السلامة. درب تودي ما تجيب ان شاء الله. مش إلك مش إلك، لحليمة لحليمة. من أمه. اسمعي شو رأيك نروح إحنا الأربعة على الإجازة، بننبسط أكتر. هي عند قولتك، إذا رحنا إحنا الأربعة بننبسط أكتر. طيب اسمع، اكتبي لي أنت الإجازة وأنا خليني أروح أحكي مع أبو أنس. يلا من عيوني. يلا. نعم بقدونس جرجي كيلو البندورة بسرتين. يلا يا قرب، يلا يا بندورة. سعدة. هلا 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 والله بحسان. يا حي الله، نورت المحل. صباح البرتقال والتفاح والموز، نورت المحل الخضرة. بدي ضمت نعنع وضمت بقدونس وضمت جرجير وضمت فجل وبصل اخضر، مش زي اخر مرة اعطيتيني اياهم كبيتن بزبالة. كويسات بدي على راسي. بس قولي لي يا محسن شو طابخة؟ طابخة فوارغ وروس وكرشات. ويه بموت على هالاكلة، عبي لي صحن ودوبليه. امري هسه بودي لك حسان ياخذ اغراضه ويدفع لك. ماشي ماشي. استني خذي هذولا تسلي فين بالطريق. وبعدين يا سالم، وبعدين من وين بدي الاقيها لوين؟ لا راضي تزبط يا نصيب ولا راضي تزبط. الله ركز، حسبي الله ونعم الوكيل. هيا. الو. سبحان الله، صدقيني انك بنت حلال. كنا بنفس السيره. قرفان وزهقان. ايوه. خذي اجازه. ماشي. مع السلامه. يا الله يا الله، سبحان الله، هذول النسوان يا اخي ما بعرف. وهي دوش خلصت اللعبه. كيف خلصت اللعبه؟ مش داخل راسي. من امتى انت بتجيب دوش؟ من امتى ابو يعقوب؟ وهي عليك واحد. اسمع يا فارس. ايوه. تعال حبيبي تعال. كونك انت حكم معتمد من الفيفا، هل في يوم من الايام جاب بحياته دوش؟ ولا بذكر يوم بحياته جاب دوش. انا يا فارس. ابو خضر. لا تعرف شو رايي انا؟ عيدوا اللعبه من اول. ها شفت كيف؟ في معي زبون بعد اذنكم. حبيبي خذ راحتك فروز، منطق الرجل معتمد من الفيفا. افتح من عيد. افتح يلا. قلنا بناخد إجازة بنغير جو، زبطت الإجازة والجو خرب. يلا الحمد لله رب العالمين على كل شيء. منيح اللي ما صار إشي أكبر بسالم. أنا مش غايزني وساطحني إلا أم أنس اللي بدها تروح تتشمس وتتسبح وتاكل سمك مشوي وأنا مرمية هون. طلبتها المشتهية وأكلتها المستحية. علوش يا علوش.
شوف بعدك سهرانة؟ مش جاي عبالي أنام. أنا عارف، أنا وعدتك أخذك رحلة تروح تغير الجو وتطير الملل والزهق اللي أنت فيه، بس شو أساوي؟ إشي غصب عني، بس يعني مش مهم يا سلومتي، المهم إنك بخير. بعرف، بعرف إنك زهقانة ومالة وعايفة ذوبك وعايفة الدنيا كلها، بعرف. احنا كنا متفقين انه نسافر وكذا وشي، بس ما انت عارفه شيء غصب عني. بس اسمع احكي لك، الدكاتره بيحكوا انه الشوكولاته يعني بتعدل المزاج. هاي حبتين، حبه لك وإلي حبه، هيك منعدل المزاج. انتوا عرب؟ لا صينيين خالتي احنا. تاخذونيش بس انا يعني انتوا لانكم جداد على الحاره، اذا بدكم مساعده اذا بتسالوا عن حد انا جاهزه. لا يسلموا خالتو، احنا استاجرنا الشقه اللي عندكم هون. عندهم صلاح؟ ايوه. انت ولد ولا بنت؟ ايه شو شايفيتني يعني يا خالتي؟ تاخذنيش يعني بس عشان الشعر. امانة الله الامانه، قديش هالكرنيه باجرتكم الشقه؟ 300 ليره. 300 ليره. وبتشكي الطفر. الاخت اخت حدا فيكو ولا مرت حدا ولا خطيب؟ لا انا زميلتهم. زملاء زميلتهم. اهلا وسهلا. يلا يلا يعطيك العافيه. تتذكر؟ والله الايام اللي بتروح ما بترجع. ليش الحكي؟ والله صادق يا فارس. كيف فاضي يا زلمه؟ شو عمي؟ بتدحلك. شو؟ بتدحلك. معك مصاري؟ لا. من وين جاي لعندي؟ روح جيب من ابوك مصاري وتعال. ليش هيك بتحكي مع الولد يا زلمه؟ شو اللي ليش هيك بتحكي مع الولد؟ اذا انت بتعرف هذا يا زلمه بيجينيش غير يوم الاثنين، وانا والله يوم الاثنين ما بحب افتح. طب خلص مالك بصي علي انا الثاني، شو في؟ مش هيك يا زلمه، بينقي يوم الاثنين وبيجي بده يحلق وبيجي معيش مصاري، قاصدني يا زلمه. خلص سيبنا منه هسه. شو تتذكر السنه اللي فاتت لما رحنا رحله على الحمه؟ بتذكر يا زلمه يوم حتى نزلنا بسياره هذا شو اسمه عزوز. عزوز أيوة. يعني اخي الطيب بيض اظن انك صادق. بتتذكر يوميتها لما نزلنا نشتري غراب؟ يا زلمه يا الله يومها طبعا متذكر يا زلمه. عليم الله يومها بجوز ولا 5 كيلو لحمه جبنا شقف، مش عارف 3-4 دجاجات. حتى يومها قلنا للحام تتبلهنش، دبلناه لحام. بتذكر يا زلمه هش ونش انسى للصبح راحت. وبتتذكر لما طلبت مني ال20 دينار وقلت لي بس نروح بعطيك اياهم؟ 20 دينار؟ مش متذكر. لا والله يا اخوي يا حسان حبيبك مزنوق لمصاري، بدي اجيب شويه اغراض للصالون. تعرف اني ما ضلش عندي جل، وما كنت الحلاقة فقعت هذيك اليوم شرتت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها شو؟ خلص يا أخوي فارس ولا تقلق. اليوم أنا بوعدك يعني من رجل لرجل أروح على البيت وبس أظل صافن أحاول أتذكر وين راح وهذول المصاري اللي أخذتهم منك أنا، لأنه مش كتير يعني نتذكر. عرفت يعني هاي قصة حقيقية ولا؟ إذا ما عادي واقعية. شو الموضوع؟ توكل على الله. ماشي. مش حاس انه بدي حلاقه. معك مصاري؟ معك ايش؟ لا يا زمان قلت لك اليوم الاثنين هذا خلص، ما هم لما قالوا هذا يوم الاثنين عطله حلاقين. فارس مش عبث ترى يا زلمه. خلص بدك تحملني جميله يا زلمه؟ بكفيني ايش الولد. شو طيب هسه؟ يلا فوت. يلا خلينا اصحاب هيك يا زلمه. وقال ايش؟ استاجروا في عمارته صلاح الشقة اللي شباكها بيطل على شباك مطبخك مباشرة. هذاكي طيب وشو الجديد يعني؟ ها؟ اسمعي، لما شفت عفشاتهم ما معهمش عفش، كلها خردة بخردة وكراتينهم كلها فاضية. الهيئة انهم مش مستأجرين ابدا. طب
طب بلكي بدهم يستأجروها مفروش. لا أم صلاح، هذه الشقة بالذات تأجرهاش مفروش، كان عندها شقة واحدة مفروشة أجرتها لاثنين عروسة وعريس، هذه مش مفروشة. بعدين هم شاب وبنت تحت ال 25 ومعاهم شاب ثالث برضه تحت ال 25 من عمره يعني، ورابط شعراته ذنبة فرس، يعني مش عيلة. يمكن وراهم قصة. بالضبط، عشان هيك لازم نتأكد. لتيتي غريب أمر هالمستأجرين، إجوا عندي وأخذوا حبتين خيار وثلاث حبات بندورة وراس بصل وسنين ثومة، لو تجمعهم مع بعض ما بيشبعن بطن واحد. وأنا كمان اشتروا من عندي صبغة أكل وطلبوا كراتين كثيرة وطلبوا مصاصات عصير. أبو خضر أنا مش مطمنة لهالجماعة، قلبي موغوشني، الفار بلعب بعبي. معك حق والله يا سادة، فعلا أشكالهم مش طبيعية. والعمل بكرة بذوب الثلج وببان اللي تحته، وإذا وراهم مشكلة أو مصيبة مصيرنا. ليش سكرت لي الطاولة؟ ما بدي ألعب. لا بدك تلعب. إيه؟ بقول لك بدك تلعب، إلي عندك واحد. وبعدين معك يا جماعة سوقت اللعب، إحنا هسه بقصة المستأجرين. بلا مستأجرين بلا بطيخ، بده يلعب. أنا غالبني بدي إلي عنده واحد بدي أخده اليوم. لديتي؟ لديتي؟ شوفي شو بتحط على وجهها، كثير كثير احمر، هذا مش مكياج ابدا، انا بعرف. وحسان شوفي شوفي الشبك اللي بيقرب عليها وبهزز فيها هيك. طب يما يما يما، ها شفتي شفتي، هذا مش جوزها، قلت لك مش جوزها، انا بعرف بفهم. خلص يا ام حسان هيك ما بصير، ما بينفع ابدا. ايه احنا شو بسوي؟ بدنا ناظور. لشو الناظور؟ شو يا عالية؟ صايرة تتجسسي على الناس وبدك تعرفي أخبارهم؟ مش عيب؟ وانت يا أم حسان، انت كمان بتشاركيها بسوالف فارطة؟ بتفهمناش غلط، احنا شايفين في عند الجيران اشي مريب وبدنا نتأكد شو هو بس. انت الوحيدة اللي مش فاهمة غلط. اسمعي، بعدين الشغلات المريبة هاي خلوها للشرطة. بسرعة. شوفي خير، بدي اياك تروح اقرب مكتب تجيب لي دربين. دربين؟ ليش الدربين؟ في شغله هيك صغير بدي اكبرها. طب خلص هاتي حقه. قد ايه؟ 20 ليرة. غالي يما، اصلي هذا الدربين اللي بدي اجيب لك اياه. طب اقلب وجهك. شو فيها مصاري القصة. 20. طب اسمعي، هاي المكتبة عاملة عرض على الدربين، اذا بدك تشتري الثاني بعطيكي يعني اياه ب 10 ليرات. نص حق. هاي كمان 10. بلزم. همشي يلا بسرعة. انت بس لحظة شوي، خليكي معي. انت شو بدك فيها الدرابيل؟ ما قلت لك بدي شغلة بعيدة بدي اقربها. ايه طب هاي عندي القصة، تفضلي اقعدي، بس بدي اورجيكي اشي اسمه جوجل ايرث. تفضلي. جوجل؟ تفضلي. شوفي يا ستي. تعال طول تعال. شو هذا الزلم اللي رابط شعره ودنبه؟ شكله جوزها للست اللي معاهم، لانه دخل عليها قبل شوي على الغرفه لقاها مع الشاب الثاني، ضل يدس فيها يدس فيها توقعت على الارض. وكان يدس فيها؟ غريب، عاد انا شفتهم كانوا يتباطحوا. عن جد؟ نعم نعم. وحضرتك كانت تراقب فيهم من شباك غرفه النوم؟ لا ما هو يعني الموضوع ما جاب هاي عند مع الجرايد والهاي كاسة الشاي، هي مطولة. طب أنا من سنة طلبت كاسة، جيبي لي كاسة الشاي يعني الواحد ما يشرب الشاي هاي.
شايف يا امه هاي محل ابو خضر وهي صالون الحلاقة. اكبر لك صالون الحلاقة تشوفي مين؟ خليك تفضل. دنيا اخر وقت. طب فرجيني عمرت ابو صلاح. عمرت ابو صلاح لا ابو كبر لك عليها. تفضل. وين الشقه الجديده اللي اجروها؟ اجروها لحظه شوي. ما هو انت عم اهلك علي الشباك. هاي مش هاي الشقه الجديده؟ هي هاي. شو عجبك؟ كويس يعني. اعطيني 30 دينار. انت لحظه بس خليكي معي شويه. انت مش عجبك البرنامج جوجل ايرت؟ عجبني. طيب شو رايك تشتري بما انه لازمك؟ يعني برايك فيه يا اختي براس ماله بعطيك اياه. قد ايه؟ 500 دينار. هاي ورحمة الله وبركاته. معلش بدي شوية معلبات. موجود. وبدنا 5 لفات حبال ولفتين سلاك. غير موجود يا أستاذ. المعلبات مقدور عليهن، أما الأسلاك بتلاقيهم عند مواد البناء. طيب سمسم أنا راح أجيب الأغراض من برا وأنت جيب المعلبات. سرسر بدك إيش؟ بدي معلبات. معلبات على راسي موجود من عيني هاي. قبل هاي اقول لك على هالخشم. هاي كيفك؟ اهلا. ليز حبيبتي بدي شوية طحين. حاضر بس بالاول اسمعي. شوف جابوا سيارة. عن جد؟ تعال شوفي هالشوفي. فوتي. سلم ايديك. تفضلي. هاي حبيبتي. اهلا اهلا. تفضلي تفضلي. لا والله يا عمو القصة احنا فرقة مسرحية يعني منيجي بنسكن بمكان حسب عدد العروض ومنروح. وعمو بيني وبينك احنا لما شفناك ونازلين خبط وتلزيق وتشليخ شعر وشنق للبنت قلنا راحت فيها البنت. هي القصة يا اخي الكريم انه هاي المسرحية بتمثل الرغبة او كيف الانسان يحد من رغباته، ولذلك كانت هاي البنت المشنوقة هي الرغبة بتمثل دور الرغبة، وهذا الشاب اللي قتلها هو اللي بده ينتصر على نفسه للأبد، فقتلها وانتصر لنفسه فقط لا غير. هذه كل القصة. يعني البنت الرغبة. طيب الله يرغبكم بعض عمي. أنا نيابة عن أهالي العمارة بتأسف لكم كثير عمي كثيرها. ماشي وروحوا شوفوا مسرحكم. ديروا بالكم أحالكم عمي. ديروا بالكم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله معك. الله يقويكم عمي. مسرح قلت لي. الله يسلمك. عمي في حلاق قريب هون يعني روح. تعرفي فعلا من راقب الناس. بس عن جد استمتعنا. ولا المحقق كولومبو. ما هو الفاضي بيعمل قاضي. يا عيني على اللي الكلام بيطلع منه حكم وامثال. شو يعني مش قدها؟ مش قد الحكم والامثال يا عمري. انت شو ما عملت وشو ما قلت حكم وامثال دائما. الله يخلي لي اياك. صباح الخير. وانت من اهله. حبيبي طفي الضوء اذا سمحت. ها.
كل يوم حكاية في منها عبرة وغالب لا تأخذها تسلاية وتقول لي كان ومانا كل يوم حكاية في منها عبرة وغالب لا تأخذها تسلاية وتقول لي كان ومانا اضحك والنعد جينا عندك زيارة من سكان العمارة وحكاية جار وجارة شارك رايك معانا على تلفزيون جينا تفضلك وحيينا عالموعد بتلاقينا اوعى مرة تنسانا يانا ويانا ويانا تعزف حكايانا يانا ويانا ويانا تعزف حكايانا كنا كل يوم حكاية في منها عبرة وغالب تأخذها تسلاية وتقول لي كان ومانا كل يوم حكاية في منها عبرة وغالب تأخذها تسلاية وتقول لي كان ومانا يانا ويانا ويانا تعزف حكايانا يانا ويانا ويانا تعزف حكايانا أبي يما دخيلك دنيا ورعة رش رش يا ابوي رش